رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ونقدر نستضيف الضيف الأول عندنا اليوم. كما قلت تماشيا مع اليوم الخاص اليوم بالفلاحة، باش نحكيو على عشب الملاعب، وباش يكون معنا بالتليفون المهندس من السعودية، باش يكون معنا المهندس بدوي، أصله تقريبا سوداني لكن عبد الهادي بدوي، لكنه عايش في السعودية ومهتم بصيانة الملاعب. مهندس عبد الهادي، أهلا بك. اهلا بك استاذ، كيف حالك؟ واهلا بإذاعة إكسبريس التونسية. مرحبا بك. به باش مهندس عبد الهادي، لو كان تقدم نفسك للمستمعين، وشنو الملاعب اللي انت لاهي بيهم بالضبط؟ تفهم فيها، انا تفهم فيها باللهجه التونسيه. مهندس عبد الهادي بدوي، متخصص مهندس زراعي، متخصص في الملاعب الطبيعيه. عندنا تجارب كثيره للملاعب في مناطق مختلفه من المملكه العربيه السعوديه وفي السودان وكذا. نعم قلت لك تفهم فيها، ما فماش مشكل في اللغه ولا حاجه، في اللهجه. نعم بالنسبة للملاعب الطبيعية طبعا هي أفضل من الملاعب الصناعية لأنها مجهزة من الفيفا وكذا، لكن أهم شيء في الملعب أنه الصيانة الدورية. الصيانة أهم شيء، الصيانة هي القص والتقليم، مكافحة الآفات والتسميد الدوري. وأهم شيء أنه عدد الساعات اللعب في الملعب الطبيعي، العشب الطبيعي، لا تتعدى 15 ساعة في الأسبوع. هذا شيء مهم جدا. مفروض أي ملعب يتوغن في مباريات يكون في ملعب رديف لإقامة التمارين، للإحماءات، للمناورات اللي بيطلبها المدرب. المدرب ما دائما بيحتاج لكل الملعب، فلا بد لا تزيد عدد استهلاك الملعب في الاسبوع 15 ساعه للحفاظ على الملعب. ويكون عندنا حوالي كل اسبوع يوم تغمر الارض بالملعب، ويتم الصيانه والترقيع وترقيع المساحات الفاضيه وكذا. هذا شيء مهم جدا جدا، بحيث انه ما تتعدى عدد ساعات اللعب في الاسبوع 15 ساعه. معناها في معدل 3 مقابلات هكا، ولا زوز، ولا 2 مقابلات، ولا قداش بالضبط؟ يعني ساعتين في الاسبوع، 6 ايام مع يوم كامل راح للملعب وغمر بالماء وكذا والتسميد والقص والصيانه اللازمه. يعني من المستحسن ان التمارين تكون في ملاعب، في ملعب اخر، معناها مش نفس الملعب بتاع المقابلات. ايوه، بحيث انه ما تتعدى 15 ساعه. اي ملعب المفروض يكون في ملعب رديف، حتى لو ترابي او نجيل صناعي، ملعب رديف عشان يخف الضغط على الملعب الاساسي اللي فيه المباريات. لان الملعب اذا جهد اكثر من 20 ساعه في الاسبوع، حتلاقي بعض المناطق حتفقد النجيله، بالذات امام المرميين في دائره السنتر، المناطق اللي بيكون فيها كثافه لاعبين. لذلك انه نوصي انه عدد ساعات اللعب في اي ملعب عشب طبيعي لا تتخطى ال 15 ساعه اسبوعيا. انت مكلف في اما ملعب، يعني المكلف فيه نادي الاتفاق هكا؟ احنا الان مكلفين بنادي الاتحاد السعودي، عندنا شغل صيانه معاهم وانشاء ملعب جديد، لسه ما بدينا بسبب الظروف الاخيره دي. هو عندهم ملعب بعيد زراعه الملعب الكبير، وبالاضافه لبعض الملاعب الخاصه بالشركات والملاعب الخاصه المنتشره في المملكه بالذات في جده. بالنسبة للتكاليف المالية، تكلف عملية متاع الملاعب الصيانة نتاعها؟ الصيانة ما بتكلف، الصيانة هي تشمل الآتي: القص والتقليم بصفة دورية. عندكم في تونس الجو بارد، فممكن القص كله 15 يوم، في المناطق الحارة القص بيكون في فترات متقاربة كل 10 يوم. القص مهم جدا جدا، والصيانة صيانة الملاعب هي ليست علم، هي فن، لأنك أنت بتقص الملعب بطريقة معينة عشان يفضل منظره طبيعي من اعلى كملعب الشطرنج وكذا. فبيتم القص بالطريق بالطول بالعرض بمقاسات معينه، بتبرمج عن طريق الكمبيوتر، ما كان نجيل المورينج بتبرمج. هذا جزء من الصيانه هو القص. الجزء الثاني هو الري المناسب وفي الوقت المناسب. لازم نروي في وقت مناسب، بالذات في الصباح الباكر او بعد المغرب او في الليل في المناطق الحاره زي السعوديه. عندنا التسميد مهم جدا جدا، وبالذات الاسمده العضويه والاسمده الكيماويه زي اليوريا والام بي كي وهذه الاشياء، بالاضافه لمكافحه الافات اول باول. كل ما تظهر اصابه يتم المكافحه، وبالذات المعدات اللي تستخدم في ملعب لا تنقل الى ملعب ثاني حتى ما يحصل نقل الاصابه الحشريه عن طريق مكاين او عن طريق الافراد. تبقى معنا مهندس عبد الهادي، التحق بنا السيد عماد الدبابي من بلدية تونس، تقريبا مكلفين بملعب بشاد لزويت. سي عماد، شنو احوالك؟ مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. مرحبا بك.
دونك سي عماد، حبينا ناخذ من عندك فكره على كيفاش تتم عمليه الصيانه نتاع ملعب شاهد الزويتن. علاش دي مش نحكي حتى على ملعب شاهد الزويتن بصفه خاصه، تقريبا تو ملعب شاهد الزويتن في باهي الجازون نتاعو، لكن الملاعب في تونس علاش ديما تعاني من النقطه هذه؟ ديما عندنا مشكله نتاع صيانه الملاعب، العشب في تونس ديما يعاني كيف، رغم ان الطقس بارابور السعوديه مثلا الطقس نتاعنا افضل، معناها غادي سخانه اكثر، لكن تشوفوا هما ملاعبهم كيفاش واحنا ملعبنا كيفاش. والله ما تستحقش برشا، ما تستحقش برشا مع التذكير الحكايه هذه الحقيقه، على خاطر كيما يقول مثل على قدر اهل العزم تاثر عزائم، خاطر كيما تعرف انت راهو باش يكون واحد باش يقوم بالصيانه في العشب يكون مختص، مالوريزمون احنا في تونس العباد اللي مختصه في صيانه العشب يتكلفوا برشا فلوس، ونحن غير قادرين. احنا مثلا في تونس عندنا مشكلة، مش حتى كانت في العشب لو عندنا مشكلة، نحن في الجنبي تطبيقات عندنا مشكلة في الأفريقيان، على خاطر الكل أنا حسب اعتقادي مسألة ماديات. أما بالنسبة لنا نحن مثلا في شاد الزويت الحمد لله معناتها شاد الزويت من أحسن الملاعب المعشبة، خاطر الحقيقة ما تعرف أنت في البلدية ثم مختصين في المناطق الخضراء، ثم مختصين في الجربان معناتها والتعشيب، عندنا ديزانجينيور الحقيقة اللي قاعدين يعاونوا فينا. ملعب شاد الزويت نحن الحقيقة كل عام قاعدين نعملوا في ديزانترفونسيون مرتين في العام، مره في اكتوبر ومره في ابريل. في اكتوبر بون تحب نقول لك كيفاش نعملوا، نحشوا التراب، نحشوا الجازون نحشوه الكل، معناتها نخليه حتى التراب ونحطوا له الدواء، نقبوه بالطول بالعرض، من بعد نعملوا له المش اللي هو البروت ونحطوا معاه الزريعه، من بعد نخلطوا التراب والرمل والغبار، نخلطوه الكل مع بعض ونفرشوه. في اكتوبر هذايا نعاودوا نزرعوا معناتها التيران، نحطوا ابوبري هكاك 350 كيلو زراعه، والحقيقه في مده شهر يرجع الجازون ريجل الحشور في الا ويكون اموره واضحه بالنسبه لنا فيه زي مهم ريجل. في ابريل نعملوا نفس العمليه اللي هي كارتاج، لكن في ابريل نحشوا حاجه صغيره ونعملوا له تنقيبه مع شويه ثلاج ونحطوا له 150 كيلو زراعه. معناتها الحقيقه عندنا اسيس وعندنا فكره كيفاش نخدم التيران تاعنا. الحقيقه كيما نقول لك خاطر بلدي تونس الحقيقه فيها كفاءات في الجارديناج، وعندنا حتى المكلف بالملعب الحقيقه اتعلم، هذاك علاش ملعب الشيخ زيتون زي ما نجمش ينطبق على بقيه الجمعيات الحقيقه، ومش بلديات الكل نعرف المنشات الرياضيه هي ملك بلدي، مش البلديات الكل في تونس عندها الامكانيات تاع بلدي تونس، الحمد لله بلدي تونس بلديه كبيره وعندها امكانيات كبيره، هذاك علاش نلقاو ديما فما مشاكل في الانتريور بالاخص كي تبدا بلديه معناتها الميزانيه الحجم تاع الميزانيه نتاعها صغير، غير قادرين معناتها باش يوفروا الخدامه، واللي لاحظناه معناتها يكون عامل بسيط معناتها عامل ينجم يكون العشاش نتاع الملعب هو اللي يقوم بالانتريتيان، وهذا غالب معناتها الحقيقه. ونرجع نقول معناتها الكل مساله امكانيات، خاطر احنا بالعكس انا نقول تونس المناخ نتاعنا والكليمان نتاعنا للعشب معناتها ينجم يكون خير من المناخ نتاع السعوديه، خاطر فما برشا سخانه نعرفوا في تونس عندنا لي كات سيزون وعندنا الفصول، معناتها العشب ينجم تكون الكاليتي نتاعو خير شويه. مالوريزمون نرجع نقول الامكانيات وهذه فرصه باش الحقيقه باش نقولها، اللي يلزم على خاطر الحقيقه البلديات توا في تونس غير قادره باش تقوم بالصيانه نتاع الملاعب المعشبه، وانا نشوف محسوب براتيكمون في كامل تراب الجمهورية. ما عندناش تيرانات على غالب على خاطر مثال الكيتات، يمكن نخموا بتات الوزارة تخمم تعمل وكالة ولا تعمل حاجة معناتها لصيانة الملاعب، بتات رقيقة نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذه، خاطر البلديات نعاود نقول مش البلديات الكل قادرة باش تقوم بالصيانة تاع الملاعب. لو نعرفوا ملعب زويت مسكر عنده مده، لو كان جا فيه في مقابلات يكون الكاليتين تاع العشب نتاعو كما هي توا سي عماد بصراحه. اكيد انا قلت لك اكيد، هو الحمد لله معناتها حتى التربه الكاليتين تاع التربه في ملعب الشيخ زويت، نعرف ملعب الشيخ زويت في بلفيدير ونعرف حديقه البلفيدير والتربه نتاع بلفيدير، نحن لافونتاج اللي عندنا اللي التربه نتاع ملعب الشيخ زويت الحمد لله تربه غنيه وتربه باهيه، وما عندناش مشكل في الماء، ما عندناش مشكل حقيقه في معناتها التربه هي اللي ساعدتنا. وزيد نعاود نقول لك اللي لونتريتيان معناتها نتاع بلدي تونس، ومش على خاطر معناتها توا معناتها مش قاعد، بالعكس خلينا نقول لك حاجه، احنا ملعب الشيخ زويت براتيكمون جمعيه تونس كل قاعدين نترينوا فيه،
معناتها وتعرف لي زونترمون معناتها لي زونترمون تنجم تهلك التيران اكثر من لي ماتش معناتها. ونحن يترينو فيه 27 يجيونا جمعيات من برا يجيونا بورتو الخليجيين ديما يجيو لتونس ياخذوا في الفاجات في كيف يترينو في الملعب شادي جدا. عندنا لي زاكاديمي في تونس عندنا جمعيات كلوب اسبيرونس ستاد الكل يترينو في جادي جدا. عندنا ليكيب ناسيونال جينيرمون كي جاي يشوف في ترينات وترينو في جادي جدا. توا حاليا وانا نتكلم فيه عندنا الفريق الوطني عنده حصص تاع تمارين في ملعب الشادي جدا. الحقيقه ما عندهم مش برشا هذا مش برشا عليه ستاد يعني يلعبوا فيه في الماتشات بشكل جدا كان جينا يلعبوا فيه الماتشات تكون الضغط عليه اقل خاطر ما عادش يولي يترينو في برشا يولي يخليه للماتشات. وان شاء الله بقدر تربي شويه ملعب الشادي جدا باش يكون اوبراسيونيل خاطر ما فماش علاش تعرف اللي بلدي تونس صرفت قريب 200 مليون على الشادي جدا باش عملنا سيكوريتي وعملنا كل شيء ما فماش علاش باش الشادي جدا تو يقعد يفكر مع الازمه اللي تعانيها تونس في الملاعب قد تربي شادي جيت ان شاء الله الثلاث نبدي في الكرة ونكون تراتي. استاذ عبد الهادي كنت تسمع في عماد الدبابي اكيد يفرق المهم جدا المناخ في الـ في الـ في صيانه الملاعب يفرق كثير جدا بالذات البروده كل ما كان الجو دافي حار بناسب معظم انواع العشب لأن العشب بينمو في الجو الدافي والحار اسرع من الجو البارد. لكن برضه في انواع من النجيل بتستجيب للجو البارد بتقاوم الصغير حتى احنا بنشوف الملاعب الاوروبيه يعني لما بيجي الصغير بيبقى الملعب لونه مختلف عن لونه الطبيعي. كنت تسمع فيها ايضا سي عماد يقول في تونس يا حب ذلك كان فما شكون في الوزاره يتعمل الهيكل هو ليه بسنه الملاعب في السعوديه كيفاش شكون ليه بسنه الملاعب شركات خاصه ولا الدوله ولا كيفاش بالضبط؟ هي الملاعب طبعا الدوله هي الملاعب تاع رعايه الشباب ملعب فيصل بن فهد وملعب الجوهره الرياضية هذا بالنسبة لجدة في الرياض ملعب الملابس هذه تحت إشراف وزارة الشباب الرياضي بتعمد مقاولين للصيانة شركات متخصصة عن طريق السي في حقها بتكلف بالعمل لصيانة الملاعب وأعتقد مستوى الملاعب في المملكة العربية السعودية فوق الممتاز يعني. واضح شكرا لك مهندس عبد الهادي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها نكمل معك سي عماد ظهر مهم جدا تكون فما إمكانيات مادية باش نجم نتلهو بالملاعب نتاعنا كما يلزم ولازم يظهر لي كما قلت انت واشرت قبليك لازم عباد مختصين معناها مش حارس الملعب معناها باش يكون هو ليه في عمليه الصيانه هذه اكيد وذاك علاش احنا خذينا توجه خذينا الحقيقه التوجه في بلدي تونس نعرف حدودنا نعرف امكانياتنا وذاك علاش كنا خذينا التوجه في الترطوم معناتها في الملاعب الاصطناعيه والحمد لله معناتها مني انتصب المجلس البلدي هذا الحمد لله معناتها عشبنا ملعب الخضرة ملعب العمران ملعب الزهور ملعب الحرائية أنا نحب نبشر تونس اللي توا في بلدي تونس ما عندنا حتى ملعب تيرباتو الملعب الكل معشب عندنا زيرو تيران تيرباتو مازال تيران العمران الأعلى توا إن شاء الله في الكلب نتاع حيد بن خلدون قاعدة لابين دوفر قاعد نمشي وإن شاء الله دي سي سي سيت موا يكون الملعب معشب الحاجة اللي مشينا فيها اللي ما عادش نفحوا حتى فريق ينشط في تيرباتو وهذه حاجة إيجابية والحمد لله وماشيين فيها إلى حد الآن وتعرف الملعب العشب الاصطناعي مدة ينجم الديريتين تاعو تقعد حتى 15 سنة وحتى لونترتيان تاعو ما يكونش معناتها مكلف معناتها لونترتيان تاعو ينجم يكون به أي واحد صنع ماكينة باش توقف في الشارع والحمد لله بلدية تونس شرينا ثلاثة ماكينات توا باش توقف بها الشارع وشوية جرانيلي نحطوا له جرانيلي والحمد لله معناتها الملعب يكون في حالة حسنة المهم الملعب ما يلزموش يفوت 40 ساعة في الجمعة 40 ساعة أودولا 40 ساعة في الجمعة نجم الملعب يتاكل والحمد لله أحد بلدي تونس وأنا كمشرف على لجنة شباب الرياضة ماخذين تعهد على رواحنا اللي إن شاء الله الملعب بتاعنا بيكون في حالة حسنة والحمد لله تو معنا حتى تنبتي كان يحكي يا السيد في السعودية قال لي ثلاثة سوايع فقط احنا في السعودية خويا ما قلنا عادة ثلاثة سوايع فيش في المقابلة يستعملون في الجمعة الجازون يحكي على الجازون على الجازون اي لكن انا نحكي لك توا على تيران خاطر ما تعرف الجمعيات يترناو يلعبوا ماتشوات يلزم الديوري دي باش تكون الديوري دي طويلة يلزم ما يفوتش 40 ساعة في الأسبوع الملعب بين نحكي على الترطون نستغل وجودك معايا سي عماد نكمل لك آخر سؤال لغز قعد ملعب شادي زويتن وقتاش يحل إن شاء الله والله ملعب الشادي زويتن احنا اللي قالوا لنا عليه عملناه طلعت فك السياج قالوا لنا عليه عملناه
واخر مره اخر لجنه معناتها قالوا لنا اللي شرب الفلوس المقصود تعليو فيه معناتها طبعا الكرداء سيجن تعليو فيه اللي هو ما كانش في الحسبان من الاول. خاطر احنا قلنا له اذا كان قلت لنا من الاول رانا خرجناه في الصفقه. الحقيقه فما تجاوب عن السيد الوالي، السيد الوالي تعهد اللي هو باش يقوم بالاصلاحات هذيا. انا نحب نقول راهو ملعب الشادي زويت توا انا طالب منهم كي يعطيونا الجرادان برك الجرادان يهز 4000 يقول لي عادي 4000 نتفرج نحن وتعرف توا في الفتره هذه الجماهير معناتها لونوب الريجي تاع الجماهير ما زلنا ما سمحناش باش يدخلوا الجماهير للملاعب. ولذا نقول الشادي ملعب الشادي زويت اللي نجم يكون اوبيراسيونيل وتنجم الجامعه الرابطه بيتو تبرمجوا وما عندنا حتى مشكله على خاطر ينجموا يمنعوا الجمهور باش يقعد في الفلوس، لكن شيرت الجرادان الكل مهيأ ومريد له ما عندنا حتى اخلال فيه الحمد لله. سينوز بالنسبه لزوز اقتراحات اللي اعطيتهم لكم الجامعه بكم تاع كره القدم رفضتوهم هذوكم؟ لا ما رفضناش، احنا نعاود ونرجع راهو اعطانا الاقتراح الاول تاع سواتي عبد الجليل تاع اللي هو امبوسيبل. ما الاقتراح الثاني الحقيقه هو اعطانا اقتراح ثاني جاوبناه قلنا له اجا باش نقعدوا نعملوا جلسه عمل ونتفاهموا ونحكيوا، الحقيقه ما جاوبناش عاودنا له تفكير في مذكره ثانيه قلنا له باش نقعدوا نعاودوا نحكيوا باش نشوفوا كيفاش، الحقيقه ما عاود جاوبنا ولينا خدينا هذاك. علاش احنا عملنا شادي جديد وعملنا المارشي تاع 200 مليون على خاطر ما كيناش معناتها جواب معناتها عند السيد رئيس الجامعه اللي هو وعدني شخصيا قال لي تو نقعدوا مع بعضنا كذا، لكن ما راعنا كان من بعد الحقيقه حتى تليفون ما عادش يخلي يهز هو حر وامره يا اخي. ولينا خلينا اللي شفنا معاه احنا بلديه تونس وعملنا الصفقه والحمد لله وكملنا الملعب الشادي جديد تو نستناو في سلطه الاشراف هو هي اللي باش تعين المقابلين. الاقتراح الاول علاش رفضتوه 30 سنه؟ ما نجموش نفرطوا في ملعب در شادي جديد النجم راهو كي تفرط في ملعب 30 سنه راهو نحن راهو البلديه ديما راهو نخموا في لوكوتي سوسيال راهو ما نخموش كان في الامور الربحيه. خاطر ماك تعرف بلدية تونس مرفق عمومي راهو الملعب هذاك نجم تجيني سي تي تترينا فيه، نجم يجوني جمعيات صغيره يترينوا فيه نعملوا بسوم رمزي. لكن باش تاخذوا الجامعه وخاطر باش تولي فما تبغى ربحيه باش يولي حكر على الجامعه باش تولي الجمعيات اللي في العاصمه ما عندهم ما عادش ينجموا يترينوا غاديك ما عادش ينجموا يلعبوا غاديك. وابريتو راهو بلدية تونس ملعب شويه الحقيقه الحمد لله يدخل لنا في برشا فلوس كيفاش مش بنعانيو معناتها تعرف انت اللي نحن بلدية تونس عندنا 30 منشأة رياضية 30 منشأة رياضية نقوموا بالصيانة وندفعوا في المياه وندفعوا في الضوء كي ما يبداوش عندنا شوية مداخيل وملعب شادي زويت وعندنا مسبح البرجاني هو اللي دخلنا في المداخيل باش نقاوموا المصاريف نتاع الجمعيات الآخرين. وما تنساش اللي نعطيو في منحة نعطيو في منح للجمعيات الصغرى زاد نعطيو في منح. إذا كانت نحيلي ملعب شادي زويت أنت على مدة 30 سنة باش تاخذوا حكر أنت وأنا بلدي تونس باش نقعد أنا النوارد اللي كانت تدخل لي باش نعمل أنا فهمت كيفاش اسلام هذاك علاش توا كان جاي هو مقترح الحقيقه وما نجموش احنا كبلدية تونس عندنا مدة على 5 سنين نقوموا نفرطوا في نفرطوا في حاجه 30 سنه كنا نجموا نتفاهم ونعملوا كونفونسيون مع الجامعه التونسيه اللي المدة هذه نحن قلنا له نعملوه 4 سنين قبل التجديد من بعد باش يجي مجلس البلد اللي بعد ينجم هو يجدد معاه. الحقيقه كما قلت لك من الاول السيد رئيس الجامعه ما عاودش يتصل بينا هذاك علاش احنا خدمناه والحمد لله وتوا ملعب الشادي زويت وقلت ربي كما قلت لك تحت طلب الناس الكل اللي يحب الجامعه موجوده الرابطه موجوده احنا اللي عملناه احنا قاعدين نستغلوا فيه توا اللقاءات الوديه الكل قاعده تلعب فيه فهذيك موجه جمعيات العاصمه الكل قاعدين يتمناوا فيه الصفاد وكليب افريكان سي تي الاستيراد حتى الاطوال والصفاق سياسه تونس يتمناوا فيه احنا قاعدين ندخلوا به في الفلوس بون الرابطه هي من مسؤولياتها هي اللي باش تقرر مش الرابطه وحدها خاطر الرابطه وزاره الداخليه اللي نقولوها خاطر فما اللجنه نتاع صلاحيه الملاعب زاد هي اللي الحقيقه مكبشه شويه ان شاء الله ممثله من وزاره الداخليه مكبشين شويه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه سي عماد على كل هذه التفاصيل اللي بدينا بها. شكرا للمهندس ايضا عبد الهادي بدوي يتكلم معنا من السعوديه حكينا على موضوع صيانه الملاعب في تونس. فدوى تركي في الاخبار بعد مواصلين في فير بلاي حتى الخمسه.